لقد حرصنا في شرم الشيخ على إطلاق العديد من المسارات التي تسهم في تحقيق تطلعاتنا في هذا الصدد، وعلى رأسها إنشاء صندوق تمويل الدول النامية لمواجهة الخسائر والأضرار المناخية، وبرنامج العمل حول الانتقال العادل، وبرنامج عمل لخفض الانبعاثات. نددت وزيرة التحول البيئي الإسبانية تريزا ريبيريا بموقف منظمة أوبك بعد أن طلبت المنظمة من أعضائها وحلفائها أن يرفضوا بشكل استباقي أي اتفاق يستهدف الوقود الأحفوري في مفاوضات المناخ في مؤتمر كوب 28 في دبي. وأشارت الوزيرة الإسبانية إلى أن دول الاتحاد الأوروبي والعديد من البلدان الأخرى ستعمل على ضمان التوصل إلى نتيجة مثمرة بشأن التخلص من الوقود الأحفوري والتحول في مجال الطاقة، مع ضمان حصول الجميع على الطاقة. O sequías y acceso a agua potable, pero también enfermedades concretas. La calidad del aire que respiramos afecta directamente